أنا بحب أشوف البنات وهي بتلعب مع بعض. هما أصدقاء جداً وبيحبوا يلعبوا مع بعض قوي. يا رب يفضلوا كده دايماً طول العمر. يا رب فعلاً أتمنى ده. هو أنتوا مستنيين حد ولا إيه؟ لا خالص، مفيش أي حد جاي لنا. خليني أروح أفتح الباب ونعرف مين جاي لنا. أهلا وسهلا بحضرتك، أقدر أساعدك في حاجة؟ أهلا وسهلا، أنا اسمي بسمة وكنت بدور على الأستاذة تسنيم. أيوة مظبوط، ده بيتها وأنا جوزها. هو أنا ممكن أعرف أنتي عايزها في إيه؟ خليني أقابلها وأنا هشرح لكم أنتوا الاتنين. طيب تمام، اتفضل. أهلا بكم، هو مين فيكم الأستاذة تسنيم؟ أنا تسنيم وحضرتك مين؟ أنا كنت جاية عشان أديكي الورقة دي. هو إيه ده بالظبط؟ ومين أنتي؟ فهميني. أنا بسمة وكنت المحامية الخاصة للأستاذة كريمة. أنتي تقصدي خالته كريمة؟ بالظبط كده، وهي توفت الأسبوع اللي فات. إيه؟ إيه اللي أنتي بتقوليه ده؟ طيب وليه محدش بلغني بده؟ أكيد كنت عايزة أحضر الجنازة بتاعتها. كل حاجة حصلت بسرعة، ودي كانت رغبتها الأخيرة، إنها مش عاوزة أي حد يحضر جنازتها. هي دايماً كانت كده، بعيد عن كل الناس، وما كانتش حابة حد يتواصل معاها ولا أي حد من عيلتها إن هو يكلمها. خالتك عاشت وحيدة برغبتها، ما كانتش تسمح لأي حد إنه يدخل بيتها، حتى ما رحت لها بيتها علشان تمضي على بعض الأوراق. كنا بنتكلم برا وما دخلتنيش البيت. فعلا ماما كانت بتقولي إنها انعزلت بنفسها عن العيلة كلها من وقت ما كانت شابة. هي قالتلي إنها مش عاوزة أي حد يعرف من عيلتها أي حاجة عنها. طيب وليه جايلي دلوقتي وجايبالي الرسالة دي؟ الرسالة اللي معاكي دي بتقول إن أنت الوحيدة الوريثة الشرعية لكل ثروتها، وكمان البيت اللي هي كانت عايشة فيه. إيه؟ معقول الكلام ده يا تسنيم؟ ده صحيح فعلا مكتوب هنا في الرسالة، بس أنا عايز أعرف هي ليه سابت لي كل ده؟ لأنها كتبت كل أملاكها ليكي أنت وبس. أنا عمري ما تخيلت أبدا إن أنا هورث خالتي كريمة. وتسنيم لازم تقبل الثروة دي. من الأفضل أكيد، ولو حابين تشوفوا البيت أنا ممكن من بكرة أخدكم ونشوف البيت. إيه رأيك يا منير نروح بكرة؟ القرار ليكي أنت يا تسنيم، وأنا موافقة على اللي أنت هتعمليه. طيب كويس جدا، أنا هسيب لكم الكارت بتاعي في كل أرقام التليفونات الخاصة بي علشان نتواصل مع بعض. شكرا ليكي جدا، مع السلامة، أشوفكم بكرة. أنا مصدومة جدا من كل اللي حصل ده. وأنا كمان مصدومة من اللي أنا سمعته. وده معناه إن إحنا هيكون عندنا بيت جديد. خلينا بكرة نروح نشوف الأول يا جرمين. طيب ولو عجبنا هنمشي من هنا؟ لو مناسب لينا أكيد هنمشي. يعني انتوا تبعدوا عننا ومش هنشوفكم تاني؟ لا يا ليان، احنا نفضل دايما اصدقاء ومفيش اي حاجة هتقدر تفرق ما بيننا. خلينا يا حبيبي ما نسبقش الاحداث ونشوف بكرة هيحصل ايه. غريبة جدا قصة خالتك دي، وانها سابت لك كل حاجة. هي فعلا خالتي كانت غريبة جدا، ماما كانت قايلة لي انها اتخانقت معاها، وده من زمان جدا، وخالتي قالت انها مش عايزة تعرف اي حد ومش عايزة تعرف اي حد حاجة عنها. ولما تموت تكتب لك كل ثروتها باسمك انتي؟ لو ماما كانت عايشة كانت هتكون مصدومة جدا هي كمان. احنا هنروح بكرة ونشوف المكان يمكن يعجبنا. طيب ولو فعلا عجبنا هنروح ونعيش هناك؟
خلينا نروح ونشوفه وبعدها نقرر ايه هو الافضل لينا. صباح الخير، انا كنت واقفه مستنياكم هنا من بدري. صباح النور، احنا اسفين جدا على التاخير. مفيش مشكله، خليني اوريكم البيت. المكان عباره عن بيت صغير وقديم. ده مظبوط، لكن حواليه قطعة أرض كبيرة جدا. انتوا ممكن تهدوا البيت ده وتبنوا بيت أحسن. هو احنا ممكن فعلا نعمل حاجة زي كده؟ أكيد طبعا، ده هيكون ملككم وممكن تعملوا أي حاجة انتوا عاوزينها. طيب هو أنا ممكن أروح أتفرج على الأرض اللي حوالين البيت؟ أكيد طبعا. ها إيه رأيكم؟ الحقيقة إن الأرض فعلا كبيرة جدا وممكن نبني فيها بيت أحلامنا. وأنا من رأيي بابا، أنا هنا هعرف ألعب بحرية أكتر، وكمان أنا ممكن أبني حمام سباحة. وده معناه إنكوا حبيتوا المكان. وإنتي يا مدام تسنيم إيه رأيك؟ أنا فعلا حبيت المكان جدا. طيب كويس جدا. هو إيه البيت الصغير اللي فوق الشجرة ده؟ ده بيت السيدة كريمة، كانت عاملة علشان بتحتفظ بالسيف كل العرايس بتاعتها. عرايس؟ أي عرايس؟ السيدة كريمة كانت بتحب تجميع العرايس. طيب وهم فين دلوقتي؟ احنا رمينا جزء منها والجزء التاني وزعناه بعيد. يخسر انهم ما سابوش اي عروسة حتى لو واحدة بس. انا بحب العب بالعرايس جدا. انا اسفة جدا، انا ما كنتش اعرف. بابا هو أنا ممكن أروح ألعب في البيت الصغير ده؟ أكيد طبعا يا حبيبتي، مفيش مشكلة. شكرا جدا ليك يا بابا. أعتقد كده أن مهمتي انتهت. أنا بشكرك جدا على مجهودك معنا. لو كنت محتاجين أي شيء ما تترددوش أبدا أنك تتصلوا بيا. شكرا جدا لحضرتك يا أنسة بسمة. مع السلامة. طيب يا ترى هنعمل ايه دلوقتي؟ لو كنت عايزة ايه رأيك نهدي البيت القديم ده ونبني واحد تاني جديد؟ يعني انت شايف ان هنا المكان هيكون افضل لينا؟ اكيد طبعا، وانتي ايه رأيك؟ انا بصراحة حبيت المكان هنا جدا. مفيش اي حاجة هنا في البيت، انا هروح اطلع فوق واشوف موجود ايه. ايه ده؟ دول تقريبا نسيوا عروسة هنا. من حسن حظي هيكون عندي عروسة جديدة. اهلا، تحبي تلعبي معايا؟ ايه ده، دي عروسة بتتكلم، انا هروح اوريها لبابا وماما. ماما بابا بصوا انا لقيت ايه في بيت الشجرة. ايه اللي معاكي دي؟ دي ابشع عروسة انا شفتها. بلاش تقول عليها كده يا بابا، دي مميزة جدا وبتتكلم كمان. بتتكلم؟ طيب وريني كده. مفيش اي مكان ممكن تتكلم منه، ازاي بتتكلم؟ يمكن موجود مكان البطاريات في مكان مستخبي، خلينا نبقى ندور كويس. هو انا ممكن احتفظ بيها. انتي عندك عرايس كتير جدا في البيت، وكمان العروسة دي قبيحة جدا، ارميها افضل. بس انت عارف يا بابا انا بحب العرايس قوي، وبصراحة كده انا مش عايزة ارميها وعايزة احتفظ بيها. بس انت عندك عرايس كتير وألعاب احسن منها. من فضلك يا ماما خليني احتفظ بيها بليز. طيب خلاص مفيش مشكلة، خليها معاكي. من الافضل اننا نرجع البيت. يلا
هو احنا خلاص هنعيش هنا؟ يا جرمين هنعيش هنا، بس في الأول هنهد البيت القديم ده ونبني بيت أفضل منه. طيب بلاش تهدوا بيت الشجرة من فضلكم، أنا حبيته قوي. يعني انتي حبيتي بيت الشجرة؟ عجبني جدا وهلعب فيه مع عرايسي. طيب تمام يلا بينا. اهلا يا تسنيم، هي عملتوا ايه؟ اهلا يا سلمى، تعالي وانا هحكي لك على كل حاجه. قوليلي بقى ايه حكايه العروسه دي؟ لقيتها في بيت الشجره، ومش بس كده دي كانت بتتكلم. يعني هي كانت ملكه قريبه مامتك؟ بالظبط كده، انا لقيتها هناك وكانت اخر واحده لانهم اتخلصوا من كل العرايس. هي دي اخر عروسه؟ دي قبيحه قوي. بلاش تقولي عليها كده، انت كمان يا ليان. هو في حد تاني قالك عليها كده؟ بابا كمان بيقول انها قبيحه. هو انت فعلا مش خايفه منها؟ دي شكلها مرعب قوي. لا عادي، وكمان انا هخليها تنام جنبي زي بقيه العرايس. كان من الافضل لو كنت اشتريتي اوضتك دي، ده احسن من اللعبه دي. انا حبيتها وخلاص قررت انها تفضل معايا. يعني انتوا قررتوا انكم تبنوا بيت جديد؟ لان البيت اللي موجود هناك قديم وصغير جدا، بس حواليه ارض كبيره قوي، وهيكون افضل لينا كتير لو نقلنا هناك. انا من بكره هتصل بشركه هندسيه مناسبه ونبدا نشتغل في الارض. طيب كويس جدا. ليان هتفتقد جيرمين جدا. انتوا ممكن تيجوا وتزورونا، المكان مش بعيد عن هنا، وجيرمين وليان هيفضلوا اصدقاء للابد. ده صحيح. طيب وهتعملوا ايه في البيت ده؟ يا ترى هتبيعوا؟ احنا ما عندناش اي خطه اننا نبيعه، من الافضل اننا نحتفظ بيه. وده فعلا احسن قرار. تصبحي على خير يا جيرمين. تصبح على خير، بتمنى لكم ليلة سعيدة. وانتي من أهله يا حبيبتي، من الأفضل تنامي دلوقتي علشان تكوني فايقة ومصحصحة لما تلعبي بكرة. طيب تمام يا ماما. أنا هروح أغسل أسناني قبل ما أنام. إحنا ممكن نلعب شوية مع بعض؟ إيه ده؟ انتي رجعتي تتكلمي تاني؟ ما تخليش حد يقولي يا قبيحة، أنا مش بحب ده. وأنا كمان مش بحب حد يناديكي بكده. أنا عايزاكي تكوني صديقة ليا مقربة. بس أنا عندي صديقة مقربة وهي ليان، ولو عايزة تكوني صديقة لينا إحنا الاتنين مفيش مشكلة. أنا مش بحب ليان لأنها قالتلي إن أنا قبيحة. يعني أنت مش بتحبيها أبداً؟ ليان مش بتحبك ومش عايزاكي تكوني صديقة لأي حد تاني. تفتكري هي كده فعلا مش بتحبني؟ أكيد يا جيرمين، بس أنا ممكن أكون صديقتك وأحبك أكتر من أي حد. بجد هتكوني صديقة ليا زي ليان؟ أوعدك إن أنا هكون أفضل منها. أنا بحبها جدا ومش عايزة أبعد عنها. انتي فاكرة انها بتحبك، مع الوقت هتعرفي الحقيقة واني انا صادقة معاكي. انا وليان اصدقاء من فترة طويلة قوي، بس من الوقت ده انا هكون صديقتك الجديدة. ايه يا حبيبتي كل ده؟ هو انتي لسه ما نمتيش؟ يا ماما لسه، بس خلاص انا هنام دلوقتي. هو انتي كنت بتتكلمي مع مين؟ كنت بتكلم مع العروسة الجديدة. طيب تمام، تصبحي على خير يا حبيبتي. ليلة سعيدة يا صديقتي جيرمين. ليلة سعيدة.
أنا بكره إن أي حد يقول عليا قبيحة. صباح الخير يا جرمين، كل ده نوم؟ صباح الخير يا ماما، أنا ما حسيتش بنفسي، كنت نعسانة جدا. واضح جدا عليكي، يلا ليان مستنياكي تحت علشان تلعبي معاها. طيب أنا هغسل أسناني وهفطر الأول. أنا قلت لها كده فعلا، وهتعدي عليكي تاني بعد ما تخلصي علشان تلعبي معاها. طيب تمام. ما تلعبيش معيها، العبي معايا أنا. إزاي أنتي وصلتي هنا؟ أنا بقدر أمشي وأتحرك، بس أنا بدأت أخاف منك. لا ما تخافيش مني، أنا هكون لكي أفضل صديق. معاكي حق، أنتي صديقتي ومش هخاف منك. ازيك يا ليان؟ اهلا يا جرمين، انا كنت مستنياكي علشان نلعب مع بعض. انا مش عايزه العب معاكي تاني. ايه انتي بتقولي ايه؟ لان انا دلوقتي عندي صديقه جديده.